طيب الملف الثاني، واحنا والله العظيم بنحاول نقدم خمس يعني خدمه فايف ستارز، خدمه خمس نجوم، مش للجمهور بس، حتى للمسؤولين عن اعداد جدول الدوري العام خلال الفتره اللي جايه. انا عارف كل يوم اسمع واقرا تصريحات عايزين نعمل اجنده الموسم اللي جاي، مش عارفين نسكن ميعاد السوبر، مش عارفين نسكن مواعيد السوبر ليج، مش عارفين نسكن مواعيد كاس العالم للانديه. امبارح قدمنا خدمه خمس نجوم للحاج عامر حسين، جبنا له جدول مباريات الاهلي في كاس العالم للانديه، مباريات الاهلي 15 12 يكسب يلعب 18 او 19 على حسب القرعه اللي هتتعمل يوم 7 9 في المملكه العربيه السعوديه، يا رب باذن الله نكسب نوصل الفاينل او تحديد المركز الثالث يوم 22 ديسمبر. النهارده بطوله ثانيه وهي بطوله السوبر ليج، مواعيد السوبر ليج، الفرق اللي هتشارك في السوبر ليج، مين ابرز الفرق اللي تم اعتمادها رسميا، جدول المباريات ايه. تعالوا نستعرض مع بعض جدول المباريات قبل ما نشوف الفورمات بتاع البطوله، لان النهارده هنستعرض حاجات مهمه جدا من فورمات البطوله. دايما الناس بتقول ودايما الناس بتقرا ودايما الناس بتسمع، لكن لما تشوف بعينك صوت وصوره بقى من خلال برنامج الترند كل الفورمات المتعلق بالبطوله هيبقى شيء رائع جدا. تعالوا بس الاول نبدا بجدول الماتشات، لان الناس كلها عايزه تعرف هي البطوله من 20 لغايه 11 نوفمبر، 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر. طب تعالوا نبص على جدول المباريات. اول مباراه للاهلي وهي البطوله من 8 فرق، فهيبقى في 3 مواعيد، الدور الثمانيه والسيمي فاينل والفاينل. طيب اول حاجه نروح لفورمات البطوله. فورمات البطوله النهارده في مفاجاتين. اول مفاجاه معانا هنستعرضها من خلال الشاشه، قدامكم على الشاشه دول الثمان فرق اللي هيشاركوا بشكل رسمي في الدوري الافريقي الممتاز، وقدامكم حتى كمان شعار البطوله اسفل الورقه والخطاب الرسمي افريكان فوتبول ليج، يعني الاسم كمان اتغير، كان الاول اسمه افريكان سوبر ليج، دلوقتي الاسم افريكان فوتبول ليج. فدي فورمات البطوله، قدامنا 8 انديه. بصوا الاختيار جاي بناء على ايه، لان الاختيار مبني على حاجتين، اولا الشعبيه والجماهيريه، ثانيا التصنيف. النادي الاهلي مصنف رقم واحد في القاره الافريقيه، تاريخ الانشاء 24 ابريل 1907، يبقى بالتالي الاهلي رقم واحد. مين رقم اثنين في منطقه شمال افريقيا في التصنيف؟ الوداد، تصنيفه رقم اثنين، انشئ عام 1937 يوم 8 مايو. ملعبه الرسمي مركب محمد الخامس بيسع ل 45,000 متفرج، استاد القاهره بيسع ل 75,000 متفرج. النادي الثالث الترجي التونسي، تصنيفه الثالث، تاريخ الانشاء 15 يناير 1919، ملعبه استاد رادس بيسع ل 60,000 متفرج. دول الثلاث انديه اللي هيمثلوا الزون بتاع شمال افريقيا. ننزل بقى للزون بتاع جنوب القاره، ماموريدي سان داونز، تصنيفه رقم 6 في القاره الافريقيه، انشئ عام 1970، ملعبه لوفتس في بريتوريا بيسع هذا الملعب 52,000 متفرج. نروح على تي بي مازيمبي، التصنيف رقم 7، تي بي مازيمبي مصنف رقم 7 في القاره الافريقيه وبينتمي لغرب افريقيا، انشئ يوم 28 نوفمبر 1939، ملعبه استاد تي بي مازيمبي بيسع ل 18,000 متفرج. النادي السادس بترو اتلتيكو دي لواندا، بطل انجولا، تصنيفه رقم 12، بينتمي لغرب افريقيا مع تي بي مازيمبي. بترو اتلتيكو انشئ يوم 14 يناير 1980، ملعبه استاد 11 نوفمبر بيسع ل 48,000 متفرج. النادي السابع سيمبا التنزاني، تصنيفه رقم 14، بينتمي للزون بتاع شرق وجنوب القاره، انشئ سيمبا عام 1936، ملعبه الرسمي بنجامين مكابا في دار السلام بيسع ل 60,000 متفرج. النادي الثامن، والحمد لله كان لنا الانفراد بتحديد النادي الثامن بعد استبعاد حوريه كوناكري، نادي انيمبا النيجيري، تصنيفه رقم 22. الناس تقول لي طب ايه اللي خلى الشركه الايطاليه والكاف ينزل في التصنيف لرقم 22 رغم ان في الزمالك، في الرجاء، في المولوديه، في بلوزداد، في انديه كبيره. هنا بيتم مراعاه التوزيع الجغرافي، منطقه الشمال اهلي وداد ترجي، مفيش رابع،
دول اعلى ثلاث انديه في منطقه الشمال. لما تروح للمناطق الجغرافيه الثانيه، لما تستبعد حريه كوناكري من غرب افريقيا، يجي بعديها على طول انيمبا النيجيري. انيمبا اسس عام 1976، ملعبه ملعب انيمبا اللي احنا عرضناه في الخريطه المتعلقه بالقاره الافريقيه، ملعب في مدينه ايويا، وده غير الملعب اللي بيلعب فيه انيمبا في مدينه ابا. انيمبا بيلعب في دوري الابطال في مدينه ابا، ولكن في السوبر ليج او دوري الافريقي الممتاز هيلعب في مدينه ايويا، الملعب اللي استضاف نهائي كاس الكونفدراليه قبل سنتين اللي فاز بيه نهضه بركان. الملعب بيسع ل 16,000 متفرج. دي اول حاجه، دي اول حاجه في الفورمات، ودي الانديه الرسميه الثمانيه، وبنستعرضها من خلال شاشه الترند ومن خلال قناه الاهلي، بنوريكم اخر المستجدات في موضوع الدوري الافريقي الممتاز، في ظل ان خلاص القرعه بعد حوالي 10 ايام او اسبوعين هنعرف مين منافس الاهلي. منافس الاهلي هنا بصوا على الشاشه، واحد من الاربعه دول، يا تيبي مازيمبي يا بيترو اتلتيكو يا سيمبا يا انيمبا، واحد من الاربعه هو اللي هيواجه الاهلي.